أحمد نجي، رائد أعمال بيزكلي صيدلاني، من الشباب اللي كانوا موجودين في الحراك الثوري الموجود حاليا في السودان. اشتغلنا في فترة في التغطية بتاعت الصحية بالنسبة للاعتصام، استراتيجيك بلانر وبزنس ديفلوبمنت هيد في شركة أوت سورس لحلول الأعمال، مع خبرة 7 سنين في مجال الاستشارات والتخطيط الاستراتيجي. طيب، إحنا الليلة هنتكلم عن النظام الصحي ككل. يعني شنو نظام صحي؟ هنقدم شنو؟ الوضع بتاع النظام الصحي الموجود حاليا في السودان، ومحتاجين شنو عشان إحنا نقدر نطوره ونقدر ننميه. طيب، مبدئيا النظام الصحي بالنسبة للناس اللي شايفين العاصفة في اللايف في الفيسبوك، هو مجموعة المنظمات والمؤسسات والموارد الرامية لتحسين الصحة بأشكالها كلها. إحنا ما بنتكلم هنا عن الصحة البدنية بس، إحنا بنتكلم عن صحة بدنية، صحة عقلية، نفسية، بيئة. دي كلها أنواع من الصحة موجودة المفروض إنه تتاخد في الكونسيدريشن. نظام صحي معناته بيحتاج موظفين، أموال، معلومات، إمدادات، وسائل نقل واتصالات، توجيه وما إلى ذلك. مهمة النظام الصحي إنه يوفر خدمات تلبي الاحتياجات بتاعت المواطنين بصورة منصفة، بيحترم في نفس الوقت، وبيعامل الناس بشكل لائق. طيب، احنا ممكن نبدأ نشوف زي سلايد شو او برزنتيشن بيعرض الوضع الصحي الحالي، او فيه حبة معلومات عن السودان. طيب، الوضع الصحي في السودان، احنا نشوف مجموعة من المعلومات اللي هي بتتكلم عن الوضع الصحي في السودان بصورة عامة. أول حاجة، السودان مجموع السكان الموجودين في السودان حاليا، أو حسب آخر معلومات واردة من منظمة الصحة العالمية، بتتكلم عن 39 مليون 579 ألف نسمة. نسبة النمو السكاني الموجودة عندنا هي 17.78%. نسبة الإنفاق الحكومي بالنسبة للدخل العام هو 8.4%. في 78% من ال 78 أو تكاد تكون 79% مدفوعة out of pocket من ال patients نفسهم. عندنا نسبة بتاعت ولادة أو نسبة المواليد بالنسبة لكل 1000 نسمة، إحنا عندنا 3.01 حالة بتاعت ولادة بالنسبة ل 1000 نسمة. نسبة الوفيات بالنسبة للأطفال الموجودة حاليا، احنا بنتكلم عن 52.86 بالنسبة لكل 1000 حالة بتاعت ولادة. متوسط الأعمار الموجود في السودان بالنسبة للذكور، احنا حسب الإحصائيات بيقول 63 سنة، بالنسبة للإناث هي 67 سنة. بالنسبة لحالات الوفاة أو احتماليات الوفاة للأطفال أقل من 5 سنوات، هي حكاية بتاعت 63%، 63 لكل 1000 نسمة. احتمالية الوفاة في العمر من 15 ل 60 سنة هي معلش 17%. أحمد، معلش أنا حقاطعك، بس لو سمحت، لو بس أذكركم كلكم إذا تحطوا your mics on mute. إن دكتور أحمد طبعا. اوكي، ما في مشكلة. طيب، بالنسبة للريف او النسبة بتاعت الحضر والريف بالنسبة للسودان، نسبة الناس الموجودين في الريف بتمثل 66.7%. بالنسبة للأمراض، الأمراض المعدية بتمثل 52.8%،
والأمراض الغير معدية هي بتمثل النسبة بتاعت 33.9%، الإصابات بتمثل 13.4%، التوزيع والكثافة بتاعت الكادر الصحي لكل 10,000 نسمة في 2.5 طبيب وأربعة ونص 4.5 ممرضة و3.9 قابلة. توزيع المستشفيات بالنسبة ل100,000 نسمة بنلقى إنه في 1.5 أو 1.2 مستشفى و 0.67 مستشفى طرفي، والمستشفيات المتخصصة بتمثل بنسبة 0.03%. الأرقام أرقام مخيفة جدا جدا زي ما احنا شايفين، فالحاجة دي كلها بتمثل كارثة صحية موجودة في السودان. بالنسبة للقطاع الدوائي وتوفر الدواء، بالنسبة للأوريجينيترز بنلقى إنه في 4.3 في القطاع العام و49.3% من الجينيركس أو الأدوية المثيلة دي الموجودة في البابليك سيكتور. في البرايفت سيكتور بنلقى إنه النسب دي شوية أعلى، اللي هي بتمثل 8.4% بالنسبة للأوريجينيترز، وبالنسبة للجينيركس بتمثل 69.3%. الإحصائيات دي موجودة على الموقع بتاع الـ WHO حالياً، ودي آخر إحصائيات اتعملت في السودان. الإحصائيات ممكن تكون ما دقيقة، لكن دي الحاجة المتوفرة حالياً. طيب، المشكلة بتاعت القطاع الصحي في السودان مشكلة كبيرة جداً جداً، متشعبة، وبتتمثل في كمية من الإشكاليات، ابتداءً من النقص في الانفراستراكشر او البنيه التحتيه، انه احنا ما عندنا معلومات حقيقيه متوفره، ما في تعاون بين المؤسسات الصحيه، ما في داتا بالنسبه للبيشنتس نفسهم، الميديكال ريسك عندنا عالي جدا. الحاجه دي اثرت على تقديم الخدمات الصحيه من ناحية مادية، هي حاجة مرهقة جدا جدا بالنسبة للمواطنين. بنعاني جدا من الفساد والمحسوبية في القطاع الصحي بعدة إشكاليات وبعدة أوضاع، سواء كان إنه ناس ما كفاءات هم ماسكين المناصب كانوا، وده جزء من الحاجات اللي خلت الناس تطلع ثورة في الأيامات اللي فاتت عشان تحقق جزء من المطالب الموجودة بالنسبة لها. عندنا مشكلة في الكادر الصحي المؤهل اللي هو ممكن فعلا يدير الحاجة دي، والحاجة دي ابتداء من التعليم لغاية المسألة بتاعت الكاباسيتي بيلدينج أو بناء القدرات الموجودة عشان يقدر يلبي الاحتياجات بتاعت سوق العمل. طيب، احنا نقدر نصل لنظام صحي متكامل كيف؟ أو إن احنا نقدر نتفادى الحاجات دي أو نحاول نصلح الحاجة الموجودة فعلا. ال WHO خطت 7 بيلدينج بلوكس أو 6 بيلدينج بلوكس لل هيلث كير سيستم. مجموعة الحاجات اللي هي اتخطت دي هي بتمثل اللبنات الأساسية لبناء نظام صحي متكامل أو يقدر يخدم المواطن، ابتداء من توفير الخدمات الطبية ونظم المعلومات اللي هي الهيلث كير انفورميشن سيستم، نظام للقوى العامله وامكانيه الوصول للادويه والمستلزمات الطبيه، فاينانشال مانجمنت سيستم او نظام اداره ماليه متكامل، ثاني عندنا نظام الاداره والتخطيط والقياده. في حاجة ثانية اتخطت بناء على المبادرة بتاع صحة، هي مبادرة مختصة بال health care system reforming. الحاجة السابعة اللي هي اتخطت دي هي المحققات الصحية الاجتماعية، لأنه احنا عندنا مشكلة في السودان في behavioral change وفي اعتقادات وفي حاجات كثيرة هي بتأثر على الحاجة الصحية الموجودة في السودان. طيب، كيف نقدر نبني integrated health system
او نصل به لحاجات معينه عايزين نحقق منه. شو عايزين نحقق منه؟ انه يكون عندنا نظام صحي متكامل يخدم المواطن بطريقه مثلى. الحاجه دي بتستوجب انه يكون عندنا ميديكال ستاف او كادر صحي مؤهل يقدر يخدم ويقدم خدماته بالنسبة للمرضى. الكادر ده عشان يقدر يخدم محتاج لإنفراستراكشر أو بنية تحتية. البنية التحتية دي هي، ما إحنا ما بنتكلم عن مستشفيات بس أو مباني بس، البنية التحتية دي تشمل حاجات كثيرة، بتشمل المباني، بتشمل الطرق اللي هي بتوصل للمستشفيات نفسها، الأجهزة الموجودة داخليا. إحنا محتاجين إن النظام الصحي بتاعنا ده يكون patient oriented، أو هو متجه اتجاه المريض نفسه. محتاجين نراجع الكواليتي أو النوعية بتاعة الخدمة المقدمة، ومفروض يكون عندنا إحنا أهداف واضحة إحنا خاتمينها ونقدر نحققها سواء على المدى الطويل أو على المدى القصير، عشان نقدر نصل لنظام صحي يكون بطريقة كويسة. في موجهات عامة للإصلاح بتاع النظام الصحي ده، ممكن نقول عليها إنها هي بسيطة، تتلخص في 5 نقاط. إحنا محتاجين نطور ونوفر ونقدم الخدمات الصحية الأساسية بشكل متكامل في كل مستويات الرعاية الصحية، سواء كانت الرعاية الصحية أولية أو غيره، بشكل مجاني. أو نقدر نحاول نشوف لنا حلول بالنسبة للقصص بتاعة التأمين الصحي أو التأمين الطبي إلى آخره. محتاجين نأهل الكادر والمستشفيات ونوصلها لأعلى مستويات، ونقدر نستشير تجارب من دول تانية مرت علينا، زي التجارب مثلا بتاعت الهند، التجارب بتاعت باكستان. طيب، تاني عندنا محتاجين نأهل بيئة العمل عشان الناس تقدر تشتغل. تاني محتاجين نفعل الدور بتاع الرقابة المهنية في أداء الكوادر بشكل علمي وصارم، بأنه يحقق أفضل مستويات الخدمة للبيشنز. شكرا جزيلا يا أخوانا، ونخلي الفرصة للدكتورة نهلة بعدي. تمام، شكرا لك يا دكتور أحمد. أفتكر اتكلمت عن حاجات معقدة وشديدة وكثيرة ومهمة جدا جدا بالنسبة للسودان وللهيلث كير ريفورم في السودان. قبل ما نمشي الدكتورة نهلة، كان عندي سؤال واحد بس. طبعا اتكلمت عن تحديات كثيرة جدا، في تجربتك what are the advantages that we have في السودان؟ What do we have that أفتكر that I'm sure we know في حاجات كثيرة كويسة عندنا. What are some of the advantages that you think are on the ground اللي هتساعدنا للنهضة السريعة في رعاية قطاع الرعاية الصحية؟ طيب، السودان ظاهر جدا بالشباب. الحاجة دي واضحة جدا جدا حاليا، من الحاجات اللي كان الناس بيشوفوها في الثورة. نسبة المكون بالنسبة للشباب نسبة الشباب نسبة كبيرة جدا جدا هي الموجودة. عندنا خبرات متواجدة خارج السودان كبيرة جدا جدا، وما شاء الله يعني قدامنا حسي في اللايف ده أمثلة حية. إحنا محتاجين نفعل الدور بتاع الهجرة العكسية، إن إحنا نستفيد من التجارب الناس عملوها برا وعاشوها برا، ونحاول نجي نحققها إحنا في السودان، السودان الجديد اللي إحنا بنحلم بيه. دكتور أحمد، في كلمة أخيرة يعني we are over time، لكن إذا تدينا بس كلمة بالنسبة للجو أو أنت your lessons learned during your time في القيادة. أنت كنت طبعا عندك دور كبير جدا في موضوع الصيدلية المركزية،
ادينا فكره و sort of an inspiration as we close. شكرا دكتورة سوسن. بالنسبة لل lesson learned في الحتة بتاعت القيادة أو في الفترة بتاعت الحراك اللي كان موجود دي، lesson كبير جدا جدا بتاع إنه إحنا capable to do whatever we aim to. إحنا قادرين إنه نقدر نحدث تغيير، سواء على الصعيد السياسي سواء على الصعيد الصحي، في كل المجالات الموجودة. ممكن احنا نقدر نصل للحاجات اللي احنا عايزينها، احنا ممكن نبني سوداننا بالفيجن اللي احنا دايرينها. الحاجه اللي كانت موجوده في القياده عباره عن سودان مصغر، السودان كلنا كنا بنحلم به، السودان كلنا كنا عايزينه كان موجود في القياده. برغم الصعوبات، برغم المشاكل، برغم الدم، من هنا بنترحم على كل الشهداء، نتمنى الشفاء لجميع الجرحى. برغم الألم وبرغم الحاجات اللي احنا يعني مرينا بيها، لكن لسه الأمل موجود بأن سوداننا حنبنيه، سوداننا اللي بنحلم به حنبنيه.